يعلم الجميع أن هذا الشكل الاحتجاجي المنظم حاليا في مدينة بني ملال وهو شكل احتجاجي يعني وقفة ومسيرة من ساحة المسيرة ببني ملال إلى اتجاه إلى أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وهذا الشكل الاحتجاجي جاء في إطار الاستمرار ديال التنسيقية الوطنية في الأشكال ديالها الاحتجاجية ضد مخطط الدول، ضد مخطط العار الذي نزلته الدولة من أجل إقبار المدرسة العمومية والقضاء على مجانية التعليم والوظيفة العمومية. وبالتالي فنحن الآن في مدينة بني ملال نستمر في احتجاجاتنا ونستمر في رفضنا لهذا المخطط، وسنناضل حتى يسقط هذا المخطط اللي هو مخطط التعاقد الذي تروج له الدولة بأنه تم إلغاء مخطط التعاقد وتم الحسم التعاقد، ولكن فقد تم تغيير التسميات. أما التعاقد بجذوره لازال قائما ولازال الأساتذة يتعرضون للحيف وللظلم في كل المؤسسات في كل ربع الوطن. وأيضا هذا الشكل الاحتجاجي جاء أيضا في ظل السرقات اللي تنعتبروها السرقات موصوفة كاملة الأركان، اللي هي الجريمة في حق رجال ونساء التعليم، لا لشيء إلا لنضالتهم ضد مخططات التخريبية. وبالتالي عيب وعار أن نجد أن هذه السرقات تفوق في بعض المديريات على مستوى جهات بني ملال الخريفرة، وأيضا على مجموعة من المديريات على المستوى الوطني تفوق في بعض الأحيان 1500 درهم 1300 درهم 1400 درهم. وبالتالي هذه جريمة، وليعلم الجميع أن هذه الاقتطاعات ولا هذه السرقات فهي استمرت لأزيد من 3 سنوات، يعني 3 سنوات ديال السرقات ولا زالت مستمرة. وبالتالي فمن داخل هذا الشكل النضالي نمدد بهذه الممارسات، نمدد بهذه السلوكات اللي هي لا تربوية لا أخلاقية لا إنسانية في حق الأساتذة ديالنا، وغنضلو حتى تحقيق الملف المطلوب ديالنا. ونمدد أيضا بتدخلات القمعية في صفوف مجموعة من الأساتذة مجموعة من المديريات الآن على المستوى الوطني، وأيضا نمدد بالاعتقالات وبالمتابعات في صفوف المجموعه من الاساتذه على المستوى الوطني. ونقول لهم رغم كل هذا فلازلنا صامدون، لازلنا مناضلون حتى تحقيق كل المطالب العادله والمشروعه. وعاشت التنسيقيه الوطنيه حره صامده مناضله. نعم، هذه مسيرة احتجاجية ردا على كل هذا. وفعلا المجلس الوطني حاليا مقام بمدينة الرباط، وسيتخذ أشكال نضالية تصعيدية أخرى ضد كل هذه الممارسات، ضد مخطط التعاقد، ضد كل المشاكل التي تعاني منها الأساتذة وعشرة التنسيقية الوطنية.